أرض قاحلة، مدرجات فاضية، خوف، مفيش متعة، مفيش تشجيع، مفيش كورة. كل ده حصل بسبب كوفيد-19 أو فيروس كورونا اللي زاد انتشاره مؤخراً وبدأ يأثر بشدة على الأحداث الرياضية. عشان ما تقعش في مصيدة كورونا، في أساليب وقائية ممكن تتبعها. حافظ على غسل إيدك بصفة دايمة بمادة كحولية أو بالمية والصابون لمدة 20 ثانية. لو واقف مع حد، حافظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبينه، مش لازم يكون بيكح عشان تبعد عنه. نسبة كبيرة من المصابين ما بيظهرش عليهم الأعراض. مفيش داعي للذعر وقت مقابلة شخص مصاب بالسخونة أو السعال. حافظ على المسافة بينكم، اغسل إيدك كويس جداً وابعدها عن وشك أو تبعد عنه بس. الإيد بتلمس أغلب الأسطح طول اليوم وممكن تلقط فيروسات. الفيروس ممكن يتنقل من خلال العين أو المناخير أو البق ويدخل جوه الجسم، فخلي بالك وبطل لعب. لو بتكح أو بتعطس حاول تخليك في بيتك، وفي كل الأحوال هنا ممكن تاخد من بول بوجبا مثل أعلى في العطس، كل عطسة بذاب وتقفل بقك بكوعك أو تعطس في منديل وترميه مباشرة. في حالة جالك سخونة أو كحة وصعوبة في التنفس، اطلب رعاية طبية في أسرع وقت. لو أنت لابس جوانتي بس عادي بتسلم على حد مصاب أو بتلمس سطح ملوث، بعدها حطيت إيدك على وشك هتتصاب عادي. يبقى الجوانتي ملوش لازمة إلا لو التزمت برضو بعدم لمس وشك. الكمامات كمان يلبسها المصاب بالمرض بس، لكن لو مش عيان فمش هتفرق كتير لو لابسها لأنها مش بتحمي من الفيروس. صحيح القعدة في البيت مجبر شيء سخيف، لكن لو كنت فعلا محب للكورة ونفسك ترجع تاني بسرعة، جه دورك عشان تشارك في حملة العالم ضد المرض. التزم بعدم النزول إلا للضرورة، اوجد طريقة تعدي بيها أيام قليلة عشان ترجع الحياة تاني للملاعب في أسرع وقت.